حجز ناقلة بطريقة السويرية القديمة محملة بكميات مهمة من مخدر الشيرة. العامل شينان يضع حدا لمقهى الكباب والسلطات تنفذ قرار الهدم فجر اليوم. مع استمرار الإضرابات هل تمدد وزارة التعليم الموسم الدراسي الحالي؟ أجراء القطاع السياحي سيستمرون في الاستفادة من صندوق كورونا. وفي الرياضة غاريدو يكشف حقيقة ترشحه لتدريب الرجاء. عرض إخباري جديد من أسفيغود، أهلا بكم. في إطار الحملات التطهيرية والعمليات الاستباقية التي يشنها الدرك الملكي بأسفي، استطاع صباح هذا اليوم في عملية محكمة الإطاحة بسيارة من نوع بيكاب محملة بكميات مهمة من مخدر الشيرة على مستوى منطقة المشرق بجماعة تولاد سلمان. وحسب مصادر مطلعة فإن البحث لا زال جاريا مع الأشخاص رهن الاعتقال من أجل الوصول إلى كبار المروجين. وكشفت التحقيقات الأولية أن الحمولة قادمة من مدينة تاونات وكان منتظرا نقلها صوب سواحل الصويرة. ومنذ تولي الكولونيل عادل ماهر هذا المنصب على رأس الدرك الملكي بأسفي، استطاع الإطاحة بالعديد من بارونات ترويج المخدرات ضمن النفوذ الترابي لإقليم أسفي، وقدرت الكمية المحجوزة بحوالي طن من مخدري الشيرة. عند حدود الساعة 5 صباحا السلطات المحلية بأسفي تعد العدة لتنفيذ القرار الذي طال انتظاره، إنزال أمني كبير بمحيط مقهى لندن وهي تعيش آخر الدقائق من عمرها. فبعد أن قامت السلطات المحلية بإفراغ المقهى من معداتها، تقدمت الجرافات لتضع حدا لأكبر عملية احتلال للملك العمومي بالمدينة، والتي ظلت بصمة عار فوق جبين مسيري الشأن المحلية، وذلك بسبب حجبها لواحدة من أهم المعالم التاريخية بالمدينة وهي معلمة قصر البحر. وسبق لمجلس جماعة أسفي السابق أن أصدر بتاريخ 3 أكتوبر 2014 قرارا تحت رقم 5942 يقضي بهدم مقهى مشيدة على مساحة كبيرة فوق الملك العام بدون ترخيص ومن قبل السيدة هبة قريش وهي الزوجة البرلمانية السابق عبد الرحيم الكوبابي، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمسطرة اللازمة في هذا الشأن. وبعد أن كانت عبارة عن كشك في ملكية زوجة الكوبابي لتتحول بعد ذلك إلى مقهى شيد بالقرب من المعلمة التاريخية قصر البحر بمحاذاة رباط الشيخ أبي محمد صالح، مما أدى إلى تشويه الطابع التاريخي والروحي لهاتين المعلمتين. لم تستغرق عملية إزالة هذه النقطة السوداء إلا قرابة ساعة من الزمن، وهي المدة التي كانت كافية لتضع حدا لهذه المهزلة التي شغلت بال الرأي العام منذ سنوات. وطنيا، وأمام استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وبداية الدراسة الحضورية باعتماد التعليم بالتناوب، راج اتخاذ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقرار تمديد الموسم الدراسي الحالي. موقع تلك العربي طرح اليوم الجمعة 2 مارس سؤالا على مصدر مسؤول من الوزارة حول اتخاذ هذا القرار من عدمه، وقال: سبق وأن تحدث الوزير سعيد أمزازي على هذا الاحتمال لكن لم يتخذ أي قرار لحدود اليوم. مصادر أخرى من وزارة التربية الوطنية أوضحت لذات الموقع أنه يتم منذ مدة تقييم سير تنزيل المناهج الدراسية ومدى تقدم العملية التعليمية في كل الجهات. ولم تخفي مصادر تسجيل بعض التأخر في مجموعة من المؤسسات التعليمية، إما بسبب ظروف الجائحة والظروف المناخية في المدارس التي توجد في المرتفعات، بالإضافة إلى إضرابات بمجموعة من الفئات من أسرة التعليم. وشددت على أنه سيتم اتخاذ قرار تمديد الموسم الدراسي من عدمه بناء على التقارير التي سترفعها الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الجمعة 2 أبريل عن تمديد استفادة الأجراء والمتدربين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي والمتضررين من تداعيات وباء كوفيد-19 من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة إلى غاية ماي 2021،
وأوضح بلاغ للصندوق موجه إلى كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وهي مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهما من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 والمستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 221-157. أن الاستفادة من التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات ملكية سامية لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج ستمتد من شهر يناير 2021 إلى غاية شهر ماي 2021. وفي الرياضة، كشف خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق كاستيون الإسباني حقيقة إرسال سيرته الذاتية إلى المسؤولين عن الرجاء الرياضي تمهيدا لعودته لقيادة النادي مجددا خلفا لجمال السلامي الذي يقود نهاية الأسبوع المباراة الأخيرة له مع النسور الخضر أمام بيراميدز لحساب منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وقال غاريدو في تصريح صحفي اليوم الجمعة إنه حاليا مدرب كاستيون الفريق الذي يمارس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، نافيا أن يكون تواصل أو أرسل سيرته الذاتية لأي كان سواء مسؤول أو وكيل أعمال لاقتراح اسمه على إدارة الرجاء الرياضي. وتابع غاريدو: لست بحاجة إلى إرسال السيرة الذاتية لأي أحد، فمن يريد التعاقد معي يعرفني جيدا، وحاليا أنا أشغل مهمة مدرب كاستيون. بهذا الخبر الرياضي متابعينا نصل إلى نهاية هذا العرض الإخباري قدمناه لكم من صافي جود. شكرا على المتابعة، في أمان الله.